ليبيا. وفي الشأن الليبي، وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وصل إلى المغرب في زيارة لم يعلن عن أهدافها. وكانت وسائل أعلام ليبيا أشارت مطلع الأسبوع الماضي إلى أن كل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيتوجهان إلى الرباط في إطار وساطة مغربية بين الجانبين. هذا واصلت لجنة خارطة الطريق المشكلة من البرلمان واصلت أعمالها بلقاء مسؤولين في مجلسي الرئاسة والأعلى للدولة. خارطة طريق للمرحلة المقبلة في ليبيا، هدف شكلت من أجله لجنة برلمانية. وكي ترسم الخارطة هناك حاجة لتصور سياسي يكون قاعدة انطلاق. باشرت اللجنة عملها إثر تشكيلها من 10 نواب. الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر الماضي خلفية عملها، وأعلنت أنها تباشر لقاءاتها مع الأطراف كافة من أجل توسيع المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات. بالفعل جرى التواصل. أعضاء في المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ضمن من تم التواصل معهم وفقا لعضو مجلس النواب محمد سعيد. المجلس الأعلى للدولة تحية طيبة. وبعد وسط أجواء الأزمة هذه ومساعي معالجتها برلمانيا وعبر الوساطات، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري توجه إلى المغرب على رأس وفد من المجلس. خلفية زيارة لم يعلن عنها رسميا، غير أن المعطيات إعلاميا وسياسيا تشير إلى أن الزيارة هي لجمع المختلفين رئيس البرلمان عقيلة صالح والمشري. السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، وكان قد أعلن أواسط الشهر الماضي عن ترتيبات للقاء بين الاثنين بغرض معالجة الانسداد السياسي. هو انسداد علامته الرئيستان توتر أمني تصاعد مؤخرا في العاصمة طرابلس، وتأجيل للانتخابات الرئاسية والنيابية، وتداعياته باتت أكثر من سياسية مع بوادر أزمة اقتصادية خانقة، مع مقترحات تقدم هنا وهناك لمعالجة الوضع من خلال إجراء الاقتراع لبرلمان جديد بدءا، ليقوم بدوره بترتيب مشهد الانتخابات الرئاسية الأكثر جدلا في البلاد. وللمزيد ينضم إلينا من الرباط كمال لغاب، الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ كمال، مرحبا بك معنا. بداية، ما المرجو أو المنتظر من هذه الوساطة المغربية وأيضا طبيعة هذه الوساطة؟ وصراحة لم يعلن بشكل صريح مضمون هذه الزيارة إلى المغرب، لكن كما جاء في التقارير الإعلامية وكما هو منطقي هو أن هذه الزيارة هي بغاية الوساطة المغربية وبغاية الضغط من أجل بحث عن ما سماه خالد المشري بقاعدة توافقية. لأن يعني السيد خالد المشري قد عبر منذ أزيد من شهر عن رأيه في تاريخ الانتخابات، وصرح بأن هناك عراقيل قانونية وعراقيل سياسية تقف حجر عثرة في القيام بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 24 ديسمبر. وبعد الإعلان الرسمي من طرف المفوضية العليا من طرف السيد عادل السايح ولا اللجنة البرلمانية، تأكد بشكل نهائي صعوبة وعدم إمكانية إجراء انتخابات داخل في التاريخ المحدد لها سلفا اللي هو 24 دجنبير. لهذا الآن اقتراح جديد قدمه السيد عادل السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات هو إجراء انتخابات في 24 يناير. التفاوض والوساطات تتجه نحو هذا الاتجاه من أجل ضغط على مجلس النواب وعدم انفراد مجلس النواب، لأن السيد خالد المشري عبر بمرات متكررة عن امتعاضه من انفراد مجلس النواب بالتقرير في مآل الانتخابات وإبعاد مجلس أعلى للدولة الليبية. طيب، ما الذي سيقوم به المغرب في هذا الإطار؟ هذه الزيارة ليست الأولى لكلا الطرفين في إطار توازنات إقليمية كثيرة. ما الذي سيضيفه المغرب كوسيط في هذه الأزمة الليبية؟ كما تعلمون بأن المغرب انخرط في مسلسل دعم الوحدة الليبية ومسلسل تتمنا باستقطاب
الفرقاء الليبيين في صخيرة واحد وصخيرة اثنان وطنجة، وسلسلة من المفاوضات من أجل تجميع وتوحيد الصف الليبي الداخلي. اليوم للأسف الفرقاء الليبيين اختلفوا بشكل كبير في مسألة تدبير الانتخابات، رغم الإجماع الدولي ورغم الإجماع الأممي ورغم التوافق الذي تم العمل عليه طيلة سنوات من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ 24 دجنبير، لكن للأسف اليوم انقسام داخلي واختلاف كبير ما بين الفرقاء، والمغرب بإمكانه أن يلعب هذا الدور في إعادة تجميع الفرقاء السياسيين وتحديد النقاط الخلافية التي تقف أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. نعم. لأن السيدة دبيبة طلب بإجراء استفتاء دستوري، هناك من يطالب بإبعاد بعض المرشحين ويلوم ويلقي باللوم على اللجنة المفوضية العليا لأنها قبلت ترشيحات لم تكن ترشيحات عالية، هناك من يلقي باللوم على الجهات القضائية التي أصدرت أحكام قضائية من أجل قبول ترشيحات، وبالتالي أصبحت مسألة معقدة ومتشعبة، والحاجة إلى جمع توافق وتوحيد. المغرب له هذه القدرة من أجل شكرا. إعادة تجميع الفرق السياسيين على طاولة الحوار وبلورة موقف سياسي لرفع العراقيل شكرا. القانونية شكرا جزيلا والسياسية لك. التي تهدد الاستقرار الليبي. كما لغاب الباحث في العلاقات الدولية بين الرباط، شكرا لك.